ضباط سامون على رأس هيئات مدنية ومناصب استراتيجية وحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للوطن، عن طريق انتدابهم حسب ما جاء في المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية الذي حدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية. انتداب المستخدمين العسكريين يكون بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني، كما أن مدة الانتداب محددة بسنة واحدة قابلة للتجديد في حدود 3 سنوات. له بعد اجتماعي وبعد كذلك مدني، فبالتالي أعتقد بأنه هذا المرسوم هو جاء بصورة متكاملة. أولا حدد فيها القطاعات المعنية، ثانيا حدد فيها الطريقة وكذلك الأهداف وحتى كذلك المدى الزمني لمسألة الانتدابات. تجربة سبق للسلطات العليا في البلاد وأن عاشتها بعد أن عين رئيس الجمهورية اللواء عبد الحفيظ بخوش على رأس الجمارك الجزائرية، والذي كان يشغل منصب مدير العلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع الوطني. قانون يرى الخبراء أنه جاء في إطار تجسيد الأهداف الاستراتيجية، خاصة ما تعلق بتحسين الأداء الاقتصادي. يمكن أن نقرأ من خلاله الأهداف 3 في إطار تعزيز الأهداف الاستراتيجية لتحقيق بعد اقتصادي وكذلك بعد في إطار الاستثمار في العنصر البشري، والبعد 3 وهو البعد المدني وكذلك المتغيرات الداخلية والخارجية التي تعيشها الجزائر اليوم والتي لا مجال فيها لتضييع الوقت أو التهاون أو حتى وجود شبهة للفساد، تجعل الاستناد بالعنصر البشري المنضوي تحت لواء وزارة الدفاع الوطني الذي يتحلى بالصرامة والانضباط والخبرة أكثر من ضروري تماشياً وأهداف الدولة. ميزة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والتي نحتاجها حتى كذلك في حياتنا المدنية هو الانضباط وكذلك الإتقان في العمل وتحديد الأهداف وبلوغ هذه الأهداف، بمعنى منهجية العمل، الالتزام، الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة من أجل تحقيق الأهداف، كل هذا أعتقد بأنه يمكن الاستثمار فيه ويمكن أن يحقق قيمة مضافة. تحقيق تنمية مستدامة وضمان تسيير ناجع وفعال لمؤسسات الدولة وهياكلها لرصد نتائج فعالة وملموسة، هدف سام ومنشود وجب تكاتف الجهود لتحقيقه ما دام الأمر متعلقا بخيرة أبناء الجزائر.